بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكري عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دورة الأنجلار. درس اليوم هو 18، يتكلم على NGRX. ما هي NGRX؟ إذن NGRX هذا هو الموقع الرسمي، وهي عبارة عن Redux زائد ReactiveX JS. اوكي، اذا هذه مكتبه رياكتيف اي جي اس، وهذه مكتبه ايضا ريداكس. جمعوا الاثنين وطوروا هذه المكتبه لاسموها ان جي اريكس، وهي خاصه بالانجولار. اذا هي عباره عن ريداكس بكل بساطه، يعني الخاص بالانجولار، مثل ما عملنا درس الرياكت مع ريداكس. هذا الدرس تلاحظون هنا استعملنا عدة دروس، يعني تتكلم على الريداكس في أو الريدوكس في بالفرنسية للرياكت. سنستعمل إن شاء الله نفس الدرس الذي شرحناه مع الرياكت، سنستعمله مع الانجياريكس والأنجولار، وهو دائما المثال البسيط لعمل كونتر، يعني عملية عند الضغط على زائد يضيف واحد، وعند عمل حذف يضيف يحذف من هذا الكونتر. أوكي، إذا نبدأ مباشرة في الدرس إن شاء الله. نفتح فيزيوال ستوديو كود، نبدأ بالكود. وكما تلاحظون هذا المثال هو نفس المثال الذي قمنا به سابقا، يعني في الدروس تجدونها كلها على الجيت هاب. أين هي؟ تو ريسورس تيتو وأنجلار. في دروس الأنجلار أنشأت مجلد جديد سميته أنجيريكس، وهو عبارة عن كوبي لهذا، يعني ويب أبي ريست. ماذا قمت فقط؟ تستطيعون إنشاء يعني مشروع جديد، يعني لكن فقط لسرعة قمت بعمل كوبي كولي لهذا التطبيق الذي به كومبوننت اسمه ماي فيرست، المجلد اسمه ماي فيرست، ماي فيرست كومبوننت. إذا هذا هو الكومبوننت، وهذا السورس الخاص بالكومبوننت، والـ HTML فقط كلمات في باراجراف، وهذا نقوم باستدعائه على مستوى الـ app model app component و app html. كما تلاحظون أضفت هذا الكومبوننت اسمه app my first. أوكي، نطبق الآن، وهذه النتيجة. كما تلاحظون لم أعمل شيء، فقط مشروع فارغ قمت بوضع يعني هذا المكون الجديد. في هذا المكون الجديد إن شاء الله سنضيف HTML. أين هو المكون؟ الـ HTML الخاص بالمكون. سنضيف زر إضافة مثل ما قمنا به في درس React، هذا يعني نفس المثال قمنا به. عند الضغط على الزائد سيعمل إضافة، وعند الحذف سيعمل الحذف. مثال بسيط جدا سنقوم بإنشائه بواسطة عاديا بالأنجلار العادي، ثم كيفية استعمال المتغيرات المحلية، ثم نضع الستيت جيستيون دي زيتا او تسيير الحاله، اي بواسطه مكتبه انجيريكس سنضع لي فاريابل جلوبال، او كما تقول سنتراليزاسيون، او نضع في مركز كل المتغيرات التي نريدها، او الحاله كما تسمى باللغه الانجولار او الرياكت نسميها الحاله، حاله التطبيق. كل الاشياء التي نحتاجها نضعها في ستيت الذي يكون موزع ما بين الكومبوننتات، ونقوم يعني عند الضغط على الزائد سيقوم بتغيير الحاله. وكما تعلمون ان قلنا في دروس الريداكس ان الحاله لا نقوم بعمليه ابديت، بل هي انشاء قطعه جديد او حاله جديده في كل مره. كل مره نغير الحاله هي ليست تغيير، بل اضافه يعني قطع جديد، يعني حالات جديدة، ودائما يعني إذا الإضافة لا يوجد تغيير جذري أو تغيير لهذه الحالة. إذا أول شيء تقومون به قبل بداية هذا الدرس هو الدخول إلى درس رياكت عن طريق درس ريدكس رياكت أو ريدكس، ومعرفة ما هي ريدكس، ما هي الحالة، ما هي السنتراليزاسيون أو مركزية الحالة.
كل هذا ستعرفونه هنا إذا تابعتم المقدمة التي شرحتها بالنظريا في الدرس الأول للريداكس، مهمة جدا للدخول في هذا التطبيق إن شاء الله. بعدها يعني أعمل توقيف لهذا الفيديو، ثم ارجعوا بعد قراءة هذا الدرس، ارجعوا لمواصلة من الآن التطبيق مباشرة. نذهب إلى درس الرياكت وننسخ ما قمنا به في الرياكت، يعني نفس الشيء نفس الدرس هذا، هذا في الـ HTML. هنا نعمل كوبي، إذا عندي فورم لا يوجد رياكت. إذا عندي زر، إذا هو زر أين هو بوستراب، إذا قلنا أنه بريميري، هذا هو الزر الخاص بوستراب، هكذا تكتب وأون كليك. نضيف هنا أون كليك، وعندي هنا علامة نقص. إذا هنا props implement، هذه سأسميها هنا بشكل ميثود، ونفس الشيء هنا علامة زائد و decrement. هذا زرين واللابل، لابل ستيل انتر، بنفس الاسم. هذا ليس رياكت، CSS عادية، text align. حصلت على الواجهة، لابد من إنشاء هذين الميثودين في component بالطريقة التالية. ننشئ الميثودات، و إذا الميثود increment، وأيضا الميثود وأيضا لا ننسى المتغيرة count، لابد أن تكون يعني في البداية تكون صفر، وهنا أقول فقط count يساوي إلى count موزع، وتلاحظون يعني أجوه يعني في syntax قليلا، هنا angular، هنا increment هي هذه بيسان، هذه بيسان، هذا نعمل له بايندينج، وهنا نعمل بايندينج مع الكليك.
مش لاحظ انا عملت هنا كليك لي هي خاصه بالرياكت، وهنا نحن في الانجولار. اذا عندي كليك أجرب الآن، ثلاثة أربعة خمسة، وتلاحظون تنقص سل. الآن يعطيني يعني مساحة، وتلاحظون أعطاني مساحة. سأعكس الأزرار أيضا، يعني يستكون في الأخير أحسن. هذه النتيجة، يعني نفس الدرس الذي قمنا به في الرياكت، كما تلاحظون هنا بدون استعمال ريداكس ولا ان جي ار اكس ولا غيره، يعني فقط عملنا متغيرة لوكال هنا، هذه المتغيرة كونت، ونقوم بالإضافة والحذف بداخلها. إن شاء الله في الدرس القادم سنقوم بإضافة الانجيريكس لكيف يتعمل استعمال يعني سنتراليزاسيون ولا مركزية المتغيرات أو الحالات الخاصة بالتطبيق. الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.